قبل ما تاخذ مفتاح بدي اعرف ليش عم تسرق المفتاح انت؟ شو بدك؟ شو لك شغل فيه؟ عمو والله بدي احكي لك كل شيء، بس اعطيني المفتاح. ما بعطيك يلا اعرف شو القصه. امشي قدامي ونحكي. تعال امشي. عمو مشان الله عيفني، مشان الله. اول شيء احكي لي ليش سرقت المفتاح؟ اسمع لك، هذا بابا مخبي شغلات كثير كبيره. شو عم تسوي انت؟ يا مطالع موزه كامله، منين جبتها هاي؟ منين جبتها؟ كانت بالبراد. البراد؟ لك انا مو قافل البراد عليك واخواتك؟ مو قلت لكم ما تمدوا يدكم عليه؟ شلون فتحت البراد؟ لا يا بابا، ماي كانت وقعانه، شفتها بالارض وشلتها. هيك لك هذا بتكون وقعت مني انا وعم خبيهم. ايدك بكسر اذا بتمد ايدك عليهم، عم تفهم ولا لا؟ هدول مخبيهم انا. انت بس وراك مصروف. يا حبيبي شو كان علبة الحليب؟ خدها لك. انا اشتريتها كنت اشرب فيها نسكافيه بس انسدت نفسي ما عاد بدي. خدها. شكرا اخي. عفوا. تعال هون اشوف. قرب 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 لعندي. شو ها؟ لا منين جايب المصاري بشتري حليب؟ ها؟ تسرق مني مصاري؟ لا بابا والله انا ما سرقت شيء منك، بس اذا واحد بالشارع اعطاني اياها والله ما دفعت حقها. وينو هاد؟ راح؟ ايه والله كويس، كتر خيره منيح. يلا روح منه، روح يلا روح. بابا اعطيني اشرب كاسة حليب، حياتي ما شربت كاسة حليب. بدك تشرب حليب ما هيك؟ بدك تشرب حليب؟ يا انا بصغري بحياتي وعمري ما دقت الحليب، كنت اتمنى اشوف الحليب. شوف ابوي كان مخبي مني. هلا بدك تشرب؟ نلع منوش. يلا روح لجوا. ماشي بابا ماشي، الله يسامحك. خلينا نروح خبيه ببيت المونه. امشي معي لشوف. تعال لك وين المفتاح؟ فك تعال شوف وين. وين المفتاح؟ وين راح؟ وينه؟ وين المفتاح؟ عم دور على المفتاح. تعال هولا قرب. مين هاد؟ انت ابو محمود اكل. محمود خذني على بيت المونة تبعيتكم لشوف. تعال هون. وين رايحين؟ اين بيت مونة ولا؟ شوفي شو بدك انت كمان تاكل اكلي كمان؟ شوفي اخي نحن ما بنستقبل ضيوف، انا معروف لو سمحت روح من هون. وانت منين جايب لي عالم؟ اولا انا مالي جاي لعندك ضيف، انا جاي لعند محمود. ماشي محمود كمل شغلنا. شو شغل شو؟ ولك طاولة هون. ايوه ايدك عن الباب، ما بتفوت الا على جستي. هذا الباب ما بفتح الا على جستي. يا باطل شو عم تحكي انت؟ بعد اذن لا تفتح الباب. بيفتح الباب هاد بكون عم يحفر قبره بايده. دير بالك تفتحها، فيه شغلات كثير خطيره. لشو في جوا؟ شو هو الخطير؟ بعد من وشي، خليني افوت واشوف بعيني. بعدك
لك انا قلت لك انه ما بتفوت غير على جستي، روح من هون. روح من هون بلا جستك بلا بطيخ. هات مفتاح. شو بدك؟ هاي دخلت لجوا شفت، شو بدك؟ ولك انت شو؟ ولك كل هذا الشيء عندك؟ وعم تعيف ولادك جوعانين؟ شو بدك؟ ايدا! جعل وراء، جعل وراء بدي ايدك على الأكل. بكسر لك ايدك إذا بتاخد شيء. لك شو تكسر ايدك ما ايدك ولك؟ فوتوا لك عمو، فوتوا شو بدكم كلوا؟ ليش هيك عم تمنعهم؟ ليش؟ ليش عم تمنعهم من الأكل؟ لك انت شو مجنون؟ قلبي لك هدول حاطط فيه دم قلبي. ولك شو دم قلبك ولك؟ ولك هذا انت كله لم ومش حادي، هذا رزق اولادك، بدك تخبيه يا حيوان. ولك انت ما بتخاف الله؟ ولك انت ما بتخاف من الله بنوم ولادك جوعانين؟ لك يا عديم الانسانية. مين قال لك عم نوم جوعانين؟ عم بطعميهم. انسى امبارحه عملت لهم سندويشة زيت رجعت اكلوها، ماني مقصر معهم شيء. سندويشة قلت لي؟ لك اخ لك فارج ولاد عارج. اسمعوا لك انا ولادك هدول رح اخذهم الي. تعوا عمو تعوا مشوا روحوا لعندي تعوا. اي خذهم بلكي توفر علي هالاكل اللي عم بطعميهم اياه. روحوا معه خلص هو بصرف عليكم. بسم الله ونعم. تعوا تعوا مشوا روحوا معي انتم. انت بتستاهل هيك ولاد انت؟ واقف واقف. انت قبل ما تاخذهم انت لازم تعطيني ايجار الاولاد. هدول بكره اذا كبروا رح يصيروا زلم يصرفوا عليك ويعطوك مصاري ورح يوقفوا معك. هلا هيك لازم تعطيني حقهم. ولك عم تبيع اولادك يا كلب؟ لهون وصلت معك القصه والنداله؟ ليكون مفكر حالك تاخذهم ببلاش؟ لا حبيبي انا بدي حقهم هدول. اذا بتاخذهم تربيهم ما عندي مشكله، بس هدول اذا كبروا بسووا لك مصاري، لهيك لازم تعطيني حقهم. ايوه بدك تاجر بولادك والله. ماشي قديش بدك حقهم؟ لا دي زلنا ايه 10 بلف 30,000 دولار. خذهم لك 30,000 دولار؟ ايه. ليك قبل ما تحكي لي كثير او لا، انت بتعرف هدول بكره اذا كبروا بجوز يجيبوا لك 100,000 دولار. فكر منيح. قول لي مو مشانك راح اعطيك اياهم، بس لا تفكر مشانك، مشان هالولاد لا خلصهم من ظلمك انت يا حيوان. ماشي ماشي شو بدك عمود؟ هات المصاري وخذهم وروح عمود بدك يا بتريحني من همهم. امشي معي على السيارة لحتى اعطيك اياهم. اوكي تاتا هات مفتاح. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. دعما لنا اضغطوا لايك للفيديو واذكروا الله واكتبوا في التعليقات ما شاء الله، ولا تنسى تعمل فولو متابعة للصفحة وشارك الفيديو.